مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام الأسبوع القادم. يوم غد الأحد أجواء حارة في معظم مناطق المملكة وفي المناطق الشمالية الغربية، معدل عظمى 37 والصغرى 26، معدل العظمى في المناطق الغربية 38 والصغرى 32، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع زخات رعدية من المطر 26-17، الرياض أجواء حارة 45-33، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 41-30، والمنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة 44-33 درجة مئوية. يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة، وأيضا استمرار الأجواء الغائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 37 والصغرى 25، المناطق الغربية بين 40-42 العظمى والصغرى 32، المناطق الجنوبية الغربية 27-19، منطقة الرياض تظهر بعض السحب والعظمى 44 والصغرى 33، المناطق الشمالية الغربية 40-30 والمناطق الشرقية 43-32 درجة مئوية. الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية 36-24، المناطق الغربية 41-31، المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر 29-20، الرياض أجواء غائمة جزئيا 44-32، والمنطقة الشمالية الشرقية 40-30، والمنطقة الشرقية 43-33 درجة مئوية مع أجواء حارة. وتستمر كذلك الأجواء الحارة يوم الأربعاء، المناطق الشمالية الغربية 38-24، المناطق الغربية 40-39، الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا 28-19، الرياض أجواء حارة 43-29 مع ظهور بعض السحب، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 40-29، والمناطق الشرقية 42-32 مع أجواء حارة. يوم الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة، وبتكون واضح الارتفاع في المناطق الشمالية الغربية 39-26، المناطق الغربية 39-32، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات رعدية من مطر 25-18، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 43-29 مع ظهور بعض السحب، المناطق الشمالية الغربية الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية أيضا أجواء حارة 41-30، والمنطقة الشرقية 41-32 درجة مئوية. ويوم الجمعة القادم أيضا أجواء حارة، المنطقة الشمالية الغربية 39-27، المناطق الغربية 39-33 وأجواء غائمة جزئيا، وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من مطر 27-19، الرياض والمنطقة الوسطى 43-18، والمناطق الشمالية الشرقية 41-31، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 42-31 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، شكرا للمتابعة ونترككم في أمان الله.